وسط دعوات امميه لانهاء ازهاق ارواح الفلسطينيين تصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزه فمن الشمال الى الجنوب لم يعد هناك مكان امن يلجا اليه الفلسطينيون فبعدما ركز جيش الاحتلال هجومه البري في مرحله اولى في شمال غزه وسع عملياته الى الجنوب حيث يحتشد ما يقرب من مليوني شخص باتوا محاصرين في بقعه تضيق مساحتها تدريجيا الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بمناطق برفح ودير البلح وجبلية وبني سهيلة والشيخ ناصر ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 62 شهيدا و99 مصابا وصلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 70 شهيدا و160 مصابا وفي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات تواصلت المواجهات بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة بما يشمل عمليات برية وقصفا جويا وبحريا نفذها جيش الاحتلال الذي أعلن احتدام القتال خصوصا في قطاع خان يونس واصفا إياه بأنه معقل مهم لحركة حماس من جهتها أعلنت حماس أن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد المحتجزين حيث نشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة محتجز في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير الرهائن كما ارتفع قتل الجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 90 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع